مهما كانت المصادر ديالها، ما يمكنلاش انها تتجاوز الدستور ديال المملكه اللي كيكفل الحريه المواطنات والمواطنين اللي اليوم كداس بالاقدام، والبارح كانت وقفات احتجاجيه سلميه ضد الجواز ديال التلقيح والفرض ديالو بهذه الارتجاليه وهذا الاعتجاج، يعني بهذه العجله بدون اخبار بدون يعني نقاش ديمقراطي. وحنا كنعتبروا بانه هذا شطط في استعمال يعني السلطه، وهذا يعني هذا القانون ديال حالات الطوارئ انا كنظن بانه اليوم كيستعمل في المغرب من اجل تجاوز الحقوق والحريات وحتى الدستور. انا ملي دخلت وانا على علم بانه كان اجتماع ديال المكتب ديال المجلس، وقال بانه سيدات والساده النواب ما غاديش نوقفوهم ونطلبوا منهم انهم يدليو بالشهادات في الباب. الفرق غادي تكلف باش البرلمانيه والبرلماني يدلونا بجواز التلقيح، واللي ما عندوش خاصو يعطي بي سي ار نيجاتيف بحال هذا. انا اليوم كنقول لكم انا بغيت جميع البرلمانيات والبرلمانيين يجيبوا لنا تما بي سي ار نيجاتيف. انا لا اشكل اي خطر على اي مؤسسه وعلى اي شخص، انا لست مصابه بهذا الفيروس، اذا انا الخطر عليا انا من الاخرون. انتم تتعرفوا بانه اليوم الحجب ديال المعلومه وما عرفناش واش الجرعه الاولى والثانيه ادت بالفعل الى مناعه عند المغاربه، وعلاش ما يتمش الكلام على الاثار السلبيه على واحد العدد المواطنات والمواطنين اللي هما توفوا ولا تشلوا ولا تصوا اعراض. علاش اليوم تيتم الطرد ديال الطلبه والتلاميذ من المدارس ديالهم والاساتذه؟ علاش اليوم هذا الشطط في استعمال هذا القانون ولا هذه الحاله ديال الطوارئ باش يضربوا الحقوق والمكتسبات؟ انا كنقول بانه الحقوق والحريات ما عمرها ما كانت مكتسب نهائي، هي معركه، وحنا حتى حنا غادي نخوضوا المعركه باش ندافعوا على حقوق والحريات ديال المواطنات والمواطنين وديال يعني البرلماني. حنايا كنمثلوا هذا الشعب، شكون اللي غادي يحمل ذاك الصوت الاخر ديال الشعب اللي هو غير مسموع الى داخل القبه باش نقولوا لهاد الناس؟ راه الاسر خايفه، اعطيهم المعلومه، وهاد اللجان العلميه تحرك وتعطينا اخبار حقيقيه عن وضعيه الوباء في بلادنا باش نعرفوا علاش داروا هاد إجبارية جواز التلقيح باش يفرضوا حاجة اللي هي ماشي إجبارية واللي هي التلقيح. يعني كيف يعقل أنه واحد التلقيح اللي كيبقى اختياري وهذا بي 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 يعني بي بقوة كل قوانين بما فيها القوانين الدولية أنه اليوم يصبح إجباري؟ راه واحد العدد القوانين كتقول بأنه هذا الشخص يكون فيه التوعية والاختيارية وما عندناش الحق نضغطوا على المواطنات والمواطنين بأي طريقة، لا عبر الدولة العتيقة ولا العميقة ولا المؤسسات كيما ما كانت ولا